الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله تعجبكم. اول وصفه هنعمل الكوردون بلو. كوردون بلو بناكله في الشارع وفي المطاعم، ظريف وطعمه حلو قوي، واحنا ممكن نعمله في البيت، سهل جدا جدا، ما فيهوش ابدا اي حاجه، ونعمل منه كتير وهيبقى اوفر واحلى. وصفه خطيره ان شاء الله نعملها مع بعض وتعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل سموزي المانجا. المانجا دلوقتي موجودة في السوق، اللي حابب بقى يجيب مانجا وبتاع، ولو حسيت ان المانجا طعمها مش قد كده هنحولها لسموزي، او حتى والله لو طعمها جميل. انا بحب سموزي المانجا وسموزي البطيخ قوي، يعني مش قادرة اقول لكم بنبسط منهم جدا. فهنعمل سموزي المانجا طعمه ظريف، لو المانجا طعمها مش قد كده عندك تعمليها سموزي هتتشرب وتبقى تحفة، وحتى لو طعمها حلو برضو السموزي بيخليها احلى. فاصل بقى بسرعة جدا ونرجع بعد.
نغلفها كويس قوي، مهم قوي التغليف بتاع البقسماط ده يا جماعة. اهو شكلها الخطير ده كده، وتدخل التلاجة. زيت سخن، مش لازم يبقى غزير قوي، مش مشكلة، المهم ان هو يغطي نص السمك بتاع الفراخ واحنا بنحمرها، حتى في الفراخ البانيه برضو الكلام ده كله مش شرط يبقى زيت غزير وكتير، لا مش لازم. او زي ما اتفقنا ممكن نحطها في الاير فراير او نحطها في الفرن وتكون مدهونة زيت بالبخاخ كده، هي والصينية او الاير فراير نفسها من جوه، حلة الاير فراير بس كده. معايا واحدة هيك طالعة من التلاجة خطيرة، والزيت سخن اهو، هناخدها كده ونحطها. ايه بقى القصة؟ محتاجين النار تكون متوسطة لهادية، مش عايزينها سخنة ابدا علشان تستوي حلو وتاخد لون حلو، ما نلاقيهاش من جوه نية وخدت لون بسرعة من بره، او العكس انها تبقى من بره اغمقت منك قوي، لا تظبطي الدنيا. تمام بس كده، وهنفضل معاها ومركزين كده معاها لغاية لما نلاقيها اخدت لون ظريف وبس. واحنا عاملين هناك بقى كتير قوي، عاملين من غير ما تكون متقطعة، وعاملين كمان اللي متقطعة في الساندوتش. استاذ داغر هيجيبها لكم، هتعلنا كده من فوق يا استاذ داغر عشان تبان اكتر. طعمها يا جماعة خطير، والحشوة فيها بتبقى تحفة، والفراخ مدام دقيناها كده وورق الفراخ بانيه رفيع ما نقلقش ابدا هتستوي. ولما نعملها كمان بالطريقة اللي انا عملتها دي، بدل ما نقعد نلفها كتير يبقى فيه اكتر من لفة للفراخ، لا احنا لو خدتوا بالكم احنا طبقناها تطبيقتين، فده ان شاء الله هيخلي الفراخ على طول تستوي معاكي بمنتهى السهولة، وحشوة الجبنة من جوه بتبقى لذيذة جدا جدا، جربوها وقولوا لنا ايه رأيكم. انا هفضل احمر دي ولما اشيائي واللحوسه دي، ونجيب بقى مقادير سموزي المانجا خطير. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه بقى، هنعمل سموزي مانجا خطير خطير تحفه وسهل جدا جدا. ايه بقى المقادير؟ بصوا معانا مانجا متقطعه مكعبات، ومانجا كمان محطوطه في الفريزر بتبقى ظريفه جدا، مانجا متقطعه مكعبات متلجه. تمام، معانا زبادي، زبادي عادي او زبادي بالمانجا، او مثلا كنت حاطه مانجا على زبادي فعايزين نستخدمه ونحطه مع السموزي مفيش مشكله، بس هي الفكره كلها ان احنا معانا كوبايه كبيره من الزبادي. معانا 4 معالق كبار من الايس كريم، اي ايس كريم هيبقى ظريف، بس طبعا لو ايس كريم فانيليا او مانجا هو ده التوب، هيبقى خطير جدا معاه. ومعانا كمان 1/4 كوباية من اللبن المتلج بس كده، ولا اي حاجه تانية، خطير كل كده.